الناس اللي عندها نقرس هقول لك على اهم 10 اطعمه مفيده لمرضى النقرس. الفواكه الطازه وخصوصا الكرز، الخضروات الورقيه الطازه زي الجرجير والخس والبقدونس والبنجر والفجل، البقوليات بكميات قليله زي الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا، المكسرات زي الجوز واللوز، الحبوب الكامله زي الشوفان والرز البني والشعير، منتجات الالبان قليله الدسم، القهوه بكميه معتدله او بكميه قليله، الاطعمه الغنيه بفيتامين سي زي البرتقال والليمون والبقدونس والفلفل الاخضر، النباتات الغنيه بمضادات الاكسده زي الزنجبيل والقرفه والكركم. عاشر حاجه شرب الميه بكميات كبيره. دي اهم 10 اطعمه مفيده للناس اللي عندها نقرس.